مشروع كبار العلماء توعية المسلمين بالطرق الشرعية في مواجهة الوباء ونشر الأمن والاطمئنان. أحسن الله إليكم. هذا السائل عبر جوال البرنامج يقول: روى الترمذي وقال حسن صحيح عن أسامة ابن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الطاعون فقال: بقية رجس أو عذاب أرسل على طائفة من بني إسرائيل، فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، وإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تهبطوا عليها. يسأل عن هذا الحديث. الحديث صحيح، وإذا وقع الوباء والعياذ بالله في أرض فلا يجوز للمسلمين أن يقدموا على هذه البلاد الموبوءة، ومن كان فيها فلا يجوز له أن يخرج منها، وهذا ما يسمى الآن بالحجر الصحي، فهو منهج إلهي لأجل الوقاية، وقاية العباد من انتشار الأوبئة والأمراض ومحاصرة لها في مكانها إلى أن يرفعها الله سبحانه وتعالى. نعم.